مساكم الله بالخير جميعا. اليوم يوم صلاة الجمعة قمت كذا وصورت عشان بكتب جمعة مباركة. أنا لي مقصد الصراحة من هذه الصورة يمشي معي، فما أدري يمشي مع الناس أو لا، اللي هو لا شفت أحد مصور وأنا ما صليت أصير مسافر ولا أصير حصل لي ظرف يضيق صدري، يعني أحس بروح المنافسة كذا إنه أحد صلى وأنا ما صليت. الزبدة إني يوم قضيت مصور وجيت بحط جوالي مخباتي ومريج لمي واحد قال حتى بمسجد، حتى بمسجد التصوير خلاص ترى مو بكل محل. طبعا نزلت راسي قلت سم بشر ابتسمت كذا. عاد يوم قضى هايشن قال تغد معي. قلت له اسلك عقبال وش بمغديها. طبعا الكبير ما ادري انه الجيل والمجتمع وطريقة النصح وطريقة الارشاد طريقة التوعية تغيرت جيلهم عن جيلنا. اليوم الصورة اللي يمكن يستهترب احد ويقول له ليش تصوره قد انه تأثر بالعالم كله، كل العالم. هذا الدليل صورة الطفل السوري اللي صوروه هذا على الشاطئ، هذا حركت صورة تغني عن ألف خطبة وألف كلام وألف نصيحة. صوروا واحد كده على الشاطئ وطايح ميت تذكرونه ذا، تحركت جميع دول العالم من ضمنه أوروبا. ألمانيا استقبلت أكثر من 1,000,000 لاجئ سوري بسبب صورة. فالكبير ما يفهم بالأشياء هذه ولا يدري ويحس أن التصوير صار بثر. سفت ذاك الشايب اللي يوم جاي بيتغدى مدري بتعشى قال بنات وقضيت مصورات أسمي. فما يلمونه مساكين ما تعودوا على الأشياء هذه ما يدرون.